المشاهدين الأعزاء لفضائية يوم درمان في كل مكان، أسعد الله أيامكم بكل خير. أسعد في هذا اليوم أن ألتقيكم في خبز المطابع تحليلا لأبرز عناوين الصحافة الصادرة بالصحف السودانية صبيحة هذا اليوم وكذلك المواقع الإلكترونية. وأسعد أن يكون ضيفي في هذا اللقاء الأستاذ الصحفي والمحلل السياسي بكري المدني. مرحبا بك أستاذ بكري. حياك الله، التحية لك والتحية للسادة المشاهدين، مرحبا بك. أستاذ بكري، هنالك عدد من متفرقات الأخبار في الساحة السياسية السودانية حافلة بالأخبار في شرق السودان وكذلك اتفاقية السلام، ما لها وما عليها وتأثير الانتخابات الأمريكية على الوضع في السودان، وكذلك الجبهة الثورية ومحاولتها للدخول في الحياة السياسية في السودان. وفي الطليعة نقرأ هذا الخبر، التقى وفد برئاسة الأستاذ ياسر سعيد عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال الجبهة الثورية الشيخ خلاوة همشكوري الشيخ سليمان علي بيتاي ومجموعة من نظار خلاوة همشكوري بمنزله مساء أمس السبت. وهدف رئيس ياسر عرمان من هذه الزيارة هو وحدة السودان والسودانيين، وأضاف بأن اللقاء في إطار الاستماع لوجهات النظر المختلفة. برأيك كيف تقرأ سياسة الجبهة الثورية للاندماج في الحياة السياسية السودانية حتى الآن؟ طيب، في البداية خلينا أقول لك أنه قناة أم درمان ممثلة في شخصي كانت حضورا لهذه الفعالية، وده يمكن لاهتمام القناة بملف السلام. احنا في قناة أم درمان كنا من أوائل القنوات والمنابر الإعلامية اللي اهتمت بمنبر جوبا، أجرينا العديد من الحوارات مع قادة الجبهة الثورية، يمكن أبرزهم كان الدكتور جبريل إبراهيم، أيضا حاورنا قيادات المسار، حاورنا السيد محمد سيد أحمد الجكومي رئيس مسار الشمال، فتحنا المنبر لقيادات شرق السودان بشكل مكثف جدا الأيام القليلة الماضية، وده للحراك الكبير اللي صاحب هذا المسار. في هذا الإطار التقينا على قناة أم درمان بالناظر تريك، التقينا بالسيد محمد طاهر أحمد حسين الشهير بالبلدوزر، حاورنا أيضا السيد الأمين داود، وأنا برضو على تواصل مع السيد خالد شاويش رئيس مسار الشرق. لهذا الاهتمام كانت دعوتنا لحضور هذه الفعالية، وحضرنا هذا اللقاء المهم جدا في تقديري بين الشيخ سليمان بيتاي وقيادات من الجبهة الثورية إضافة إلى قيادات أهلية تمثل شرق السودان. السؤال المهم كان في هذا اللقاء هو يتعلق بمسار الشرق، إلى أي مدى هذا المسار قابل للتنفيذ أو هو فعلا قد تم تجميده. طبعا في كثير من الأقوال والمواقف المختلفة حول هذا المسار. السادة النظار والعمد في حضرة الشيخ سليمان بيتاي أثاروا هذا السؤال للسيد ياسر عرمان رئيس وفد الجبهة الثورية الحاضر هذه الأيام في الخرطوم، وهو كان سؤال قلق جدا حقيقة، لأنه زي ما قلت لك المسار ده في كثير جدا من المواقف والأقوال المتضاربة حوله. هناك من يدعي بأن المسار تم تجميده من قبل الوسيط ومن قبل الحكومة، وهناك من يقول بأن المسار هو مسار تنفيذ لكن يرجى تنفيذه إلى ما بعد المؤتمر التشاوري. أنا حقيقة وقفت على كلمتين مهمات جدا في هذه الفعالية، كلمة الشيخ سليمان بيتاي وكلمة الأخ ياسر عرمان، لأنهم الكلمتين ديل مشوا في مثار الوحدة، يعني هم ما ناقشوا التفاصيل اللي ممكن، حتى الأخ ياسر عرمان قال إنه نقاش التفاصيل والمواقف المتباينة يمكن أن تزيد من التفرقة بين الناس، فكان الحديث عن وحدة الشرق السودان ووحدة السودان كله، وقال كلمة مسؤولة بشكل كبير في تقديري الشيخ سليمان بيتاي، أيضا رغم أنه محسوب كطرف من أطراف الصراع في شرق السودان، لكن في هذا اللقاء كشف الرجل عن أنه هو مظلة للجميع، هو صاحب بيت ديني كبير ورجل دعوة على مستوى السودان، فقال أنه أصلا ما عنده مشكلة مع أي طرف من الأطراف، وهو والد للجميع، ودعا الجميع لأنه يعمل على ما يوحد وحد شرق السودان. يعني أنا في تقديري أنه الكلمة الفصل في هذا المسار حتجي بعد المؤتمر التشاوري، لأنه اتفاقية جوبا كلها الآن هي الآن أنا في تقديري أنه هي ما تنزلت على أرض الواقع. لماذا؟ صحيح أنه في اتفاق على نسب مشاركة، في اتفاقات بتلي الأقاليم، في اتفاقيات بتلي الخدمة المدنية، لكن كما تعلم أخي الكريم ويعلم العديد من الناس أنه تأجل قدوم رؤساء الحركات المسلحة، كان مفترض في 3 نوفمبر من هذا الشهر، تأجل إلى 15 نوفمبر.
أيضا هناك استفهامات وتكهنات حول هذا السبب، سبب التأخير. أنا في تقديري الشخصي من باب المراقبة أفتكر أن الجبهة الثورية تراقب بقلق مسارات العملية السياسية والأزمة الاقتصادية في السودان. ليس من مصلحة الجبهة الثورية في هذا الظرف الراهن أنها تشارك في الأجسام القائمة، وحتى دي برضو فيها أقوال. هم بيتكلموا عن حل الحكومة، يعني حل الحكومة بالكامل، المجلس السيادي ومجلس الوزراء وتكوين حكومة جديدة. الجانب الحكومي بيتكلم عن إعادة تأهيل هيكلة الحكومة. بيتكلم عن أنه الجبهة الثورية تجي بالحصص التي أعطيت لها في الاتفاق وتسكن أعضاءها. فواضح أن الرؤية ما واضحة في المسألة دي. زاد من تعقيد الأمر هذا الأزمة الاقتصادية الطاحنة، برضو هي الحركة الشعبية ممثلة في تنظيمات وحركات سياسية عندها باع كبير جدا في العمل السياسي وعندها خبرة ودربة في العمل العام. فأنا أفتكر أنه هم برضو متحفظين على المشاركة الفورية والسريعة في الأجسام القائمة خشية أن تحصل تطورات. يعني طبعا لو حصلت تطورات وسقطت هذه الحكومة بأي شكل من الأشكال فهم حيكونوا جزء منها. أفتكر أنهم هم برضو متحفظين يعني، لكن الواضح أنه هم فعلا حسموا مسألة العودة في 15 نوفمبر الجاري. بس أفتكر أنه مسألة تشكيل الأجسام، يعني المشاركة في الجهاز التنفيذي، المشاركة في الجهاز التشريعي، المجلس التشريعي، أفتكر أنه حتاخذ بعض الوقت. الواقع الاقتصادي لا يساعد حقيقة في انسياب العمل السياسي. نعم، رغم تعقيدات المشهد السياسي السوداني نشهد أيضا هنالك تعقيدات في ملف شرق السودان بالذات، وتداخلات ما بين دولة إثيوبيا التي الآن شهدنا فيها نزاعات ما بين الحكومة الإثيوبية وإقليم التجراي وقفل الحدود في اتجاه كسلا والقضارف. أيضا برأيك ما هي الخطوات التي يمكن أن تتخذها الحكومة لحل حالته ومعالجة مشكلة الشرق في إطار هذه الأزمات التي طيب تحدث في الشرق؟ حقيقة نحن عندنا ملفين الآن، هو ملف مسار الشرق بتعقيداته اللي ذكرناها. نعم. وفي ملف آخر اللي هو الملف المتصل مع دول الجوار. يعني للأسف يعني الأحداث دي تفجرت في وقت بالنسبة لنا وقت أصلا ما جيد. يعني أصلا الشرق فيه عدم استقرار وفيه مشاكل وفيه أوضاع لا تنفصل عن الأوضاع العامة في البلد، سواء كان سياسية أو اقتصادية. في الوقت ده تحديدا انفجرت الاحداث في اقليم التجري في اثيوبيا. واثيوبيا برضه هي شبيهه بالتركيبه السودانيه من حيث القبائل، من حيث التنظيمات السياسيه، من حيث الاثنيات المختلفه. فواحده من المشاكل انه الجانب المتاخم لاثيوبيا، الجانب السوداني، سواء كان في الولايات سواء كان في القضارف او كسلا او حتى ولايه البحر الاحمر، الاقليم الشرقي السوداني إقليم ضعيف السكان. يعني هو إقليم ضعيف السكان مقابل كثافة سكانية كبيرة جدا في الجانب الأثيوبي. نعم. الآن تدور ريحة حرب في إقليم التجري. صحيح أنه الجانب بتاع التجري في السودان الشريط الحدود ضيق، لكن إذا ما تفجرت الأوضاع أكثر من كده نفتكر أنه يلزم تدابير كبيرة جدا. صحيح أنه الحكومة الآن بعثت بتعزيزات عسكرية، أغلقت الحدود، لكن بتبقى المسألة برضو محتاجة لتدابير أكبر. أنا أفتكر أنه هي فرصة برضو لمعالجة بعض نحن ما دارين نكون بروغماتيين، لكن أنا أفتكر أنه أصلا في قضايا عالقة بين السودان وسوريا في مسألة الحدود. أنا أفتكر أنه دي سانحة أنه تعزيزاتنا العسكرية يعني تتبع نوع من محاولة بسط السيطرة على الأرض. يعني إحنا عندنا أرض أصلا فيها وجود أثيوبي، فالتعزيزات العسكرية مفترض أيضا يعني تشمل الأراضي المتنازع عليها ما بين السودان وما بين أثيوبيا. ويلزمنا برضو من ناحية أخلاقية أنه نسهم كحكومة وكدولة وكشعب سوداني في أنه نحاول أن نساعد الأشقاء في أثيوبيا في حل حالة مشاكل، خاصة وأن أثيوبيا كانت ولا زالت حاضرة في كل المشاكل السودانية. منبر أديس أبابا من المنابر الدائمة للملمة الفرقاء السودانيين. نفتكر أنه ده برضو واجب أخلاقي مفترض نستصحبه معنا. أيضا الواجب الأخلاقي الثاني، نحن مع قفل الحدود على ما يمكن أن نعتبره تفلتات من ميليشيات أو الجيش الأثيوبي، علينا أن نفتح هذه الحدود بمقدار لمن يحتاج للإيواء من اللاجئين الأثيوبيين،
والبتضرر من الحرب من المدنيين. نحن دولة عرفت على 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 مدار نعم تاريخ، لكن نحن الآن نعيش أوضاع اقتصادية سيئة للغاية في شرق السودان، وهذه المكونات التي تفر من اللاجئين وغيرهم هم بالأساس قد يكون من بينهم مسلحين، كيف تعرف اللاجئ من المسلح؟ أنا ما قلت لك هو القفل مفترض يكون أمام حملة السلاح، سواء كان هذه هؤلاء الحملة تابعين للتجري أو حتى تابعين للجيش الأثيوبي الفيدرالي. لكن أنت من ناحية أخلاقية مفترض تفتح للمتضرر من الحرب من المدنيين، يعني المدنيين ده اللي انت بتفتح لهم بتأويهم، لانه ده دورنا الاخلاقي ودورنا اللي عرفنا به من تاريخ طويل جدا. من زمان كانت المعسكرات بتاعت اللاجئين الاثيوبيين، معسكرات اللاجئين الاريتريين. انت عليك هنا بموجب اتفاقيه الامم المتحده انك تأوي اللاجئين، تأوي النازحين، ويساعدك المجتمع الدولي. انت بتقدم لهم الارض، بتقدم لهم المعسكرات. المجتمع الدولي هنا بيدخل معاك كمساعد رئيس في 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 معالجه اوضاعهم. فنحن بالضروره انه نلتزم بهذا الجانب الاخلاقي، يعني بالضروره انه ناوي اللاجئين والنازحين. نعم، لكن المجتمع الدولي، نحن الان نعيش اوضاع اقتصاديه مزريه للغايه، يعني عاما ونصف العام من الثوره السودانيه ولم يقدم المجتمع الدولي شيئا يذكر حتى تنحل هذه الاشكالات الاقتصاديه، فكيف بأعباء إضافية وننتظر تدخل المجتمع الدولي؟ هي طبعا دي ملفات مختلفة. يعني صحيح أن المجتمع الدولي خزل الحكومة السودانية، نعم، وخزل الثورة السودانية، لكن فيما يلي مسألة الحروب ومسألة النازحين ومسألة اللجوء، أنا أفتكر أن الأمم المتحدة بمنظمات المختلفة قاعد يكون عندها دور مباشر. أنا بقول لك أنه دورنا الأخلاقي أنه نحن في, 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 في هذه الظروف، يعني وفي ظروف أسوأ منها، مفترض ما نتخلى عن دورنا الأخلاقي. ما أنت أصلا لا يمكن أن تغلق الأبواب أمام محتاج، أمام نازح، أمام جريح. يعني ده ما بيتسق مع أخلاقك كأمة سودانية. نعم، لكن هنالك ترتيب للأولويات أستاذ. الأولويات إنه أخي الكريم في فيما يلينا عندنا أولويات تجاه الآخر. يعني أولويات إن إحنا ما داب نفسنا، يعني ما العالم ده كله قرية واحدة. والسودان ده أخي الكريم يعني استوعب اللاجئين من أريتريا ومن أثيوبيا، وفي ظروف كانت أسوأ من الظروف دي. يعني فأثيوبيا دولة حاضرة زي ما قلت لك في الملف السوداني، نحن أمة واحدة، نحن عندنا كثير جدا من المشتركات. دم الوقت اللي بنخزل فيه جيراننا، نحن نتقسم معاهم قدر الموجود، نرحب بالنقيص الملهوف، دي اخلاقنا. نعم، لكن الموجود يعني الان لا يكفي قوت المواطن اليومي. في الخرطوم هنالك جائعين، هنالك من تأثروا بالأزمة تأثر مباشر، والحكومة لم تفعل شيئا حيال هذه الأزمات. هذه العاطفة هي التي جرتنا الى عدد من الإشكالات المختلفة والتداخل الحدودي. اي لكن في 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 الاخر انت ما عليك انك تتنازل عن واجباتك وعن دورك. يعني ما هو اصلا هي المساله دي حتى بميثاق الامم المتحده وبالاتفاقيات الدوليه في الظروف المشابهه انت مفترض انك تأوي المحتاجين. يعني انا زي ما قلت لك هي الامم المتحده عندها منظمات عامله في هذا المجال. انا بس بتكلم، انا داير اوضح انه شنو هو الفرق بين قفل الحدود تكفيله قدام منه. يعني ما من الاخلاق انك تكفيله قدام نازحين متضررين، ولا حتى لو كان المساله معاكسه، يعني حتى الاحداث دي لو كانت واقع في السودان، يعني من واجب اثيوبيا انها تفتح على المتضررين من اي حروبات واحداث في السودان. مسائل دي واضحه، والمسائل دي فيها التزامات دوليه، يعني قد النظر عن وضعك الداخلي شنو. نعم، لكن هذه قد تفتح باب للهجره غير الشرعيه داخل من غير وثائق ثبوتيه وغيرها من الاشكالات المختلفه. طبعا هي دي ملفات برضه. نعم، موجوده من قديم، الهجره غير الشرعيه، التجاره البشريه، تهريب السلاح. نحن قدرنا كدوله يعني عانينا من الملفات دي، وصحيح وجدنا كثير جدا من الخذلان. يعني السودان يعني قام بأعباء كبيرة جدا، حمل الزهر الأوروبي، حمل الهجرة اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية عبر أوروبا. قواتنا كانت عاملة في الميدان، ما لقينا دعومات فيها، ما لقينا مساعدات. قدمنا خدمات جليلة جدا للعالم في مكافحة الإرهاب، ما لقينا مقابل مباشر لهذه الأعمال. لكن بس أنا بفتكر أن المعيار الأخلاقي هنا أهم من المقابل. يعني نتمنى أن نكتسب هذه المثالية وأن يكون لدينا من الاقتصاد ما يكفينا حتى نجد به على غيرنا. إن شاء الله يجوا بخيرهم. نعم، يعني إن شاء الله إن شاء الله. أيضا هنالك ملف ساخن جدا، حدث عالمي، كل العالم تأثر بالانتخابات الأمريكية والصراع ما بين جو بايدن ودونالد ترامب. كيف تقرأ الانتخابات الأمريكية وتأثيرها على الواقع السوداني؟ هي طبعا الانتخابات دي جات مختلفة يعني من الانتخابات السابقة التي جرت في الولايات المتحدة، ويمكن دي لشخصية المرشح ترامب. الرجل كان رجل مثير للجدل، لم يسلم بالهزيمة حتى آخر اللحظات. كان عنده فريق انتخابي برضو، فريق كان شرس جدا. واضح برضو انه
طبعا ترامب من اثرياء العالم، يمكن برضو من الحاجات يمكن الظاهرة في هذا الانتخاب، في ظاهرة في هذه الانتخابات مسألة دخول المال، يعني الرأسمالية، نعم دخلت بشكل كان واضح جدا، يعني لأول مرة الانتخابات الأمريكية تكون مكشوفة فيها الممارسات السلبية بشكل كبير جدا. ونفتكر أنه الأيام القادمة حتشهد العديد من الفضائح في هذا الملف. لكن أنا أفتكر أنه برضو شخصية ترامب أثرت في انه يخسر هذه الانتخابات. الرجل زي ما قلت لك كان جدلي، وكان بيمثل المدرسه اللا اخلاقيه في الـ في الـ في السياسه الى الان لم يعترف بهذه الخساره، اعلن في تويتر انه لا زال الرئيس. نعم بيتكلم عن انه حيجي عند القضاء وكذا، نعم. لكن افتكر انه الخساره كانت واضحه، الفريق بايدن كسب هذه الجوله. لكن بس انا داير انبه لحاجه مهمه جدا احنا دائما بنقع فيها، نحن نفتكر انه السياسة الأمريكية بتتغير بتغيير الأشخاص، والمسألة دي طبعا ما صحيحة. يعني حتى الإدارة بتاعة ترامب ما قدرت في انها تغير جوهر السياسات الأمريكية. السياسات الأمريكية تصنعها مؤسسات وليس أفراد. انا افتكر انه بالنسبة لنا في العالم العربي وفي افريقيا والعالم الثالث بشكل عام عندنا تعويل كبير جدا على تغيير السياسة الأمريكية في هذه الفترة، لكن افتكر ده ما بيحصل. يعني حتى لو حصل بيحصل بمقدار، يعني يمكن يعني يحصل تغيير في مقادير السياسة الأمريكية وليس في جوهرها، لأن زي ما قلت لك هي سياسة تصنع المؤسسات يصنع دستور. فأفتكر أنه ما حيكون في تغيير كبير جدا، خاصة بالنسبة لنا في السودان. أنا حاسس أنه برضو المراقبين في السودان والمتابعين للشأن السوداني والمتابعين المهتمين بالملف السوداني لدى الإدارة الأمريكية بيفتكروا أنه والله هذا الملف حيشهد تغير. أنا أفتكر أنه ما حيكون في تغير كبير جدا. صحيح أنه بايدن يبدو أكثر عقلانية من ترامب، لكن بايدن ليس اللاعب الأكثر تأثيرا في السياسة الأمريكية. أفتكر أنه السياسة الأمريكية على المستوى الخارجي وعلى مستوى نحن في السودان ستظل كما هي، ستظل هي السياسة اللي بتتحكم فيها عملية العطاء والجزرة. علينا أنه نحن من نفرض مواقفنا على الإدارة الأمريكية سواء كان فيها ترامب أو غير ترامب. لا زي ما قلت لك أنه دي سياسة، يعني سياسة معقدة جدا، تصنع لوبيات، تصنع مؤسسات، تصنع مصالح أمريكية يعني يعول عليها أكثر من مصالح الآخرين. فحقون إحنا ننجز ملفاتنا، نحاول نفرض شروطنا، نحاول نقوي من مواقفنا كحكومة سودانية وكشعب سوداني من غير تعويل كبير جدا على إنه والله التغيير في 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 الإدارة الأمريكية ممكن أن يحدث فرقا في هذه السياسة. نعم. أيضا في ملف آخر بالنسبة للحكومة الانتقالية، أعلن الحزب الشيوعي انسحابه من قوى الحرية والتغيير. برأيك كيف ستؤثر هذه الخطوة في إطار انسلاخ عدد من الأجسام وانسحابها من الحكومة الانتقالية، ستؤثر على سير الفترة الانتقالية ككل؟ وطبعا الحزب الشيوعي في هذه المرحلة يحاول أن يقوم بدورين في وقت واحد. هو من الأحزاب التي كانت ضمن قوى الحرية والتغيير واللي أسهمت في تشكيل الحكومة الحالية، وكان أول الأحزاب التي نقدت هذه الحكومة من خلال ندوة شهيرة كانت في ميدان المدرسة الأهلية بيوم درمان. الحكومة وقتها ما كان مضى عليها أكثر من شهرين أو ثلاثة، يعني نقضوا هذه الحكومة ومضوا إلى توصيفها بالحكومة العميلة. أنا أفتكر أنه موقف الحزب الشيوعي المزدوج واضح الآن للمراقب، وواضح بالنسبة للشباب الثورة السودانية. الحزب الشيوعي يحاول أن يلعب دوراً مزدوجا، يحاول ان يحافظ على 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 وجوده في الشارع، يحاول في نفس الوقت ان يحافظ على دعمه الخفي لهذه الحكومه، لانه مساله انسحابك من قوى الحريه والتغيير لا تعني شيء. انت اصلا شكلت هذه الحكومه باختياراتك، اعضائك موجودين فيها. كان على الحزب الشيوعي ان يكون اكثر وضوحا بالانسحاب من الحكومه وليس من قوى الحريه والتغيير. يعني الانسحاب من الحاضنه السياسيه انا في تقديري ما عنده قيمه، لانه انت من شكلت هذه الحكومه باختياراتك، اعضائك موجودين فيها، رضيت ام ابيت انه هذه هي نتيجه حكومتك، هذه هي سياساتك. فكان الحزب الشيوعي عليه ان يكون اكثر وضوحا واكثر شجاعه بالاعلان عن الانسحاب من الحكومه وسحب ترشيحات. الحكومة الآن فيها عضوية كبيرة جدا من الحزب الشيوعي سواء كان على مستوى مجلس السيادة، نعرفهم بالأسماء، أو حتى وإن كانوا يعني لا يعلنون هذا الانتماء، موجودين في مجلس الوزراء، موجودين في مؤسسات الدولة بترشيح واختيار من الحزب الشيوعي. فأنت إذا قررت أن هذه الحكومة لا تمثلك، كان الأفضل والأشجع والأكثر شفافية أنك تنسحب من الحكومة، تسحب أعضائك من الحكومة. أنت في قوى الحرية والتغيير من حقك كحاضنة سياسية وكتحالف حاكم
أنك تسقط الحكومة، أنك تعلن أن هذه الحكومة ما عادت هي الحكومة التي تمثل الثورة. كان الأفضل أنك تعلن حل الحكومة بيدك حل الحكومة، لأنك أنت من أتيت بهذه الحكومة. أما تطلع ببيان تقول أنا قررت الانسحاب على الانسحاب والانحياز للشارع وأعضائك موجودين في الحكومة، في هذه الازدواجية في المواقف. نعم أستاذ بكري، بحكم مشاهدتك للواقع السياسي في السودان، كيف تحلل أداء الحكومة الانتقالية حتى الآن؟ هي المسألة ما محتاجة لتحليل أخي الكريم. يعني أنت دائما تحلل المواقف اللي فيها شيء من القمود وشيء من الضبابية، لكن هذه الحكومة فاشلة وحكومة فشلت تماما. والفشل ما بقوله محلل ولا بقوله مراقب سياسي ولا يقوله حتى صحفي، يعني الفشل ده جاء الاعتراف به من 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 قيادات هذه الحكومة. قيادات الحكومة على مستوى المجلس السيادي، السيد نائب رئيس المجلس السيادي الفريق حميتي قال فشلنا، وكررها في لقاء إعلامي 3 مرات في لقاء واحد، قال فشلنا فشلنا فشلنا. السيد التعايشي قال فشلنا في المجلس السيادي. الكثير جدا من أعضاء الحكومة في المجلس الوزاري قالوا نحن فشلنا. السيد رئيس الوزراء قال كلمة تحتمل التفسيرين، قال لن ننجح. أنا أفتكر أنه لم ننجح عندنا تفسير واحد بالنسبة لنا كمراقبين، لأنه نحن معناه أنت فشلت. فشل الحكومة واضح في كل المجالات، واضح في الخدمات. الآن خدمات الصحة أنا أفتكر أنه هي الأسوأ مطلقا في تاريخ السودان. خدمات المواصلات هي الأسوأ في تاريخ السودان. خدمات التعليم أخي الكريم، الآن العام الدراسي فضل يمكن أقل من أسبوعين، حتى الآن آخر تصريح لوزير التربية والتعليم كان يعني محبط جدا، يتكلم أنه حتى الآن أنجزنا طباعة كتابين فقط، وقال أنه وزارة المالية تنصلت عن التزاماته. وفي البداية كان يتكلم أنهم هيوفروا حتى الوجبة المدرسية للتلاميذ، الآن هم ما قدروا يطبعوا الكتاب مع أنهم أعلنوا عن تغيير المنهج، لا حافظوا على القديم ولا قدروا يعملوا الجديد. خدمة الكهرباء أيضا الآن يعني معروفة، برمجة الكهرباء قطوعاتها مستمرة. في شنو؟ أنا أفتكر أنه في كل معاش الناس هو الأسوأ مطلقا في تاريخ المجتمع السوداني. لا زال الصفوف الخبز، يعني ما في، أنا ما شايف أنه في حسنة للحكومة دي على الإطلاق. يعني حتى في جانب السياسي الناس بيتكلموا الآن أنه اتفاق سلام جوبا هو واحد من إنجازات هذه الحكومة. الآن التحديات تحاصر هذا الاتفاق، في الآن مواقف كبيرة جدا الرافضة لهذا الاتفاق. مسار الشمال الناس المتحفظين عليه، مسار الشرق متحفظين عليه، وقام في وسط السودان الآن اتحاد باسم اتحاد وسط السودان يرفض هذا المسار. حتى في دارفور هناك رفض لما جاء في هذه الاتفاقية، ده إذا كان حسبنا أن اتفاق السلام إنجاز. فعلى المستوى الأمني الآن البلد كلها فيها نوع من الهشاشة الأمنية، يعني على مستوى الأمان العام. الناس الآن يشهدوا عمليات سطو على المنازل، الشوارع ما عادت آمنة، التفلتات الأمنية بقت كبيرة جدا. ففي تقدير أنه هذه حتى ملفات الخارجية، ملف التطبيع اللي بيعتبروه هو نوع من الإنجاز مختلف عليه، رفع اسم السودان من على قائمة الدول الرائدة للإرهاب، الآن في اختلاف عليه، وباعتبار أن الحكومة عالجت هذا الملف بشكل فيه نوع من أنه خط السودان في حتة أنه يدفع التسوية للضحايا لجرائم أصلا ما أثبتت حتى المحاكم الأمريكية على السودان. فحتى الملفات اللي بيتكلموا عنها هم باعتبارها هي إنجازات، في تحفظات، في استفهامات حولها، في تقدير شعبي كبير جدا انه معالجه هذه الملفات تم بشكل من البساطه، شكل من انهم دخل البلد في ورطات جديده. حقيقه نحن ما دارين نحمل على الحكومه دي بشكل يوضح نوع من انواع التحيز ضدها، لكن هذا هو الواقع للاسف. انا افتكر انه الاوضاع الان محتاجه لاختراق ومحتاجة لأنه عقلاء البلد يتحركوا. السودان الآن في مفترق طرق. ماذا تقصد باختراق وعقلاء اختراق البلد؟ أقصد الاختراق الإيجابي، يعني الـ 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 واضح أنه كل المعالجات دي فشلت سواء كان على المستوى السياسي. برأيك ما الموقف الذي يمكن أن تتخذه الحكومة للخروج من كل هذه الإشكالات؟ والله أنا بفتكر أنه التصريحات الفردية دي بتاعت فشلنا دي أنا مفترض تكون موقف جمعي. تطلع الحكومة دي في مؤتمر صحفي، تطلع في لقاء صحفي، تطلع في لقاء سياسي، تقول كلمة واحدة عن أنه والله يا أخواننا إحنا جينا في تقدم مبررات حتى.
فلتقدم مبررات، تقول نحن جينا في ظروف صعبة سواء كان محلية أو إقليمية أو دولية، لكن نحن عجزنا حتى هنا ونحن فشلنا، وتعيد الأمر للشعب السوداني. الحكومة دي هي حكومة جاءت عبر ثورة، جاءت من خلال ثورة سودانية، جاءت خلينا نقول انها جاءت ممثلة للشعب السوداني. صحيح انه ما كان في تفويض كده مكتوب ولا حتى شفاهي من قوى الحرية من شباب الثورة لقوى الحرية تغيير في انها تكون هذه الحكومة، ما في تفويض حتى للمكون العسكري قالوهم، يعني حتى السيد حميدتي قال نحن ما مفوضين، خلاص رجعوا الامر للشعب السوداني انه حتى هنا والله نحن ده اللي قدرنا عليه. الاوضاع الان ماشية معقدة، نشوف رأي الشعب السوداني شنو، نشوف رأي شباب الثورة شنو، نشوف الحلول اللي ممكن تبقى شنو، لأن واضح إن المسائل اللي ما ماشية لقدام. الناس يشوفوا يتعامل مؤتمر دستوري، تتعامل مفاوضات داخلية، يعملوا شنو يعني مع التأمين الكامل على خيارات الشباب من الثوار بأنه النظام السابق سقط وانتهى، الأجسام السياسية التي كانت جزء منه محكوم عليها بالعزل السياسي دي الآن ما قضية، عشان ما يقولوا يعني هي دي محاولة لإعادة إنتاج النظام القديم ولا إعادة الإسلامي للمشهد. خلينا نقول إنه الحكم سار على الإسلاميين بالعزل السياسي بعدم المشاركة في الفترة الانتقالية، الذين أجرموا منهم مفترض يقدموا لمحاكمات، الموجودين الآن يحاكموا لا قضاء، لكن الوضع ده ما حيمشي في كل المستويات، ما حيمشي، لابد من رد الكلمة للشعب. الناس يشوفوا خياراتهم الآن، في لجان مقاومة، في شباب، ردوا لهم الأمر في إنه والله حتى هنا ده خلاص ده الحد اللي وصلنا له، ونحن يومي ماشيين في انهيار وعلى كافة المؤسسات. يشوفوا أهل الشان خياراتهم شنو تاني، هل توسع الحاضنة السياسية؟ الآن الحزب الشيوعي يعني حاول أنه يتنصل، يعني حزب الأمة له فترة بيتكلم عن تجميد نشاطه في قوى الحرية والتغيير، حزب البعث قاعد في منزلة بين المنزلتين. طيب نحن نشوف الخيارات شنو، هل تتم توسعة الحاضنة السياسية، يتم استيعاب قوى سياسية تانية، يتم إشراك الإدارات الأهلية، يتم يعني يتم ما يتم، المهم أنه يتم إدراك هذا الواقع يعني. نعم، هل ترى أن خيار انتخابات مبكرة هو الحل لهذه البلاد للخروج من هذه الضائقة؟ هو طبعا كل السيناريوهات مفتوحة، حتى السيناريوهات السيئة للأسف الآن البلد مفتوحة على كل السيناريوهات، يعني التوقعات والسقوفات المرتفعة. نعم، لكن الوضع الآن لا يحتمل أي سيناريوهات سيئة، أزمات اقتصادية، أزمات في شتى المجالات. نعم، عشان كده بقول لك السيناريوهات كلها مفتوحة. نتكلم عن انتخابات، في ناس بتفتكر إنه البلد دي ماشية في منزلق، ربما السيناريوهات الزمان الناس بيعتبروها بعيدة، التفكك، الصدامات، يمكن الآن هي أغرب مما مضى يعني. لكن خلينا نقول إنه خيارات الانتخابات المبكرة هي من الخيارات المطروحة واللي ممكن إنها تعمل معالجة سريعة، لكن ما بتقدر تعمل انتخابات. ما هو أنت برضو لو عايز تعمل انتخابات مبكرة، يعني أنت عايز حكومة قوية تقدر ترتب لهذه الانتخابات، فهل هتعمل حكومة هتعمل انتخابات مبكرة بالوضع الراهن، بالحكومة القائمة دي، بالحاضنة الموجودة دي؟ أنا أفتكر إنه برضو المسألة دي محتاجة للترتيب. يعني أنت عشان تعمل انتخابات على الأقل محتاج لك لسنة، يعني عشان تعمل انتخابات ذات عملية معقدة ودائرة إعداد ودائرة ترتيب ودائرة أموال طائلة جدا، انتخابات دي برضه مسألة مكلفة جدا. هل البلد الآن عندها استعداد في إنها تعمل انتخابات؟ يعني انتخابات دي عايزة سجل وعايزة دوائر وعايزة عملية معقدة جدا وعملية يعني بتحتاج لها لفترة. فأنت عشان تعمل انتخابات مبكرة أنت مفترض أنك تعلن لها على الأقل أنه والله السنة الجاية حتكون في انتخابات. طيب من هنا ولحد السنة الجاية المواطن الآن اللي بقى يطلع من بيته ده وعشان يطلع ويرجع ده اللي ما قيمته تتراوح ما بين 300 إلى 500 جنيه في اليوم مواصلاته فقط، ده غير مصاريفه في اليوم في البيت، يعني ده غير الملتزمات الثانية جايينك تلاميذ حيمشوا المدارس، يعني المسألة معقدة جدا. فهل الناس حينتظروا لك الواقع ده ذاته حينتظر لك انتخابات؟ ما هو ما ممكن تعمل انتخابات بكرة، الواقع ده ما بينتظر انتخابات. أنا في تقدير إنه الآن الناس محتاجين إذا افترضنا خلينا نسميها حكومة وفاق وطني، الكوادر الفاشلة دي مفترض خلاص تأخذ راحتها يعني تمشي. يعني الناس يفكروا الآن في إنه يجيبوا كوادر، وما في قضاء حتى لو كان كوادر سياسية من الأحزاب الموجودة الآن، يعني حتى الشيوعيين لو دارين عندهم كوادر أكثر دربة وأكثر خبرة وأكثر تهويلة قادرة إنها تجي تمرق البلد دي لقدام، فليعينون لنا صراحة يعني يجيبوا كوادرهم الحزبية اللي هي بالضرورة تكون هنا. نعم، يجيبوا لنا كفاءات حتى لو كان حزبية، يعني حتى لو كان كوادر حزبية، لو في كوادر موجودة في الأحزاب دي سواء كان الشيوعي ولا البعثي ولا الناصر، لو عندهم كوادر
إضافة إلى آخرين قادرة إنها تنقذ البلد يخليهم يرشحوهم يعني. فالمهم إنه الوضع يعتبر الطريقة دي ما بيمشي، الحكومة دي ما بتقدر تعبر بالبلد دي، ده الواقع الآن. واقع بقى أخي الكريم بقى ما محتاج حتى لكثير جدل يعني. الآن أنت جاي للقناة دي أكيد جيت بالشارع، الحركة الآن يعني بقت يمكن الحركة في الشارع الآن أقل من 10% من الحركة زمان. نعم. صار بقى ما قادر يطلع من بيته، يعني بقى ما قادر يطلع من بيته. نعم. فالواقع داير اختراق، ده الاختراق اللي بيتكلم عنه، اختراق في إنه يعاد تشكيل حكومة جديدة نسميها حكومة وفاق، يجوا إخواننا في الجبهة الثورية الأحزاب دي ذاتها خليها تجي زي ما قلت لك تقدم كوادرها، لكن لابد من إدراك هذا الواقع قبل أن يفوت الأوان، لأنه السيناريو هذا الثاني غير الوفاق وغير الانتخابات المبكرة حتكون في سيناريوهات ثانية، حتكون في الانقلابات العسكرية مثلا، وقبل فترة تم الكشف عن محاولة انقلابية يعني. حتكون محاولات التفكك، الأغاليم دي بتتملص منك يعني، الأغاليم دي حتتملص منك ذاتها، لأنه لما نكون المركز هش بتقوى الأطراف. نعم. بعد شوية حتكتشف إنه والله الإقليم الفلاني مشى، والإقليم الفلاني انفصل، والإقليم الفلاني حاول يطور دعوته للحكم الذاتي، يعني حتفقد البلد. عشان كده قلت لك إنه البلد الآن محتاج لعقلاء يعني. نعم. نأتي إلى نفس الملفات وملف إقليم الشرق. تسييرية الموانئ أعلنت اعتزامها الدخول في إضراب مفتوح. مدى تأثير هذه الخطوة على حركة الصادر والوارد في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي نعيشها الآن؟ خصوصاً وين الصادر وين الوارد؟ هي المسألة دي بالمناسبة أنا أفتكر إنه صحيح إنه الإخوة في شرق السودان وبالذات اللي عندهم علاقة مباشرة بعمل الموانئ عندهم مطالب، ومطالب مشروعة جداً. هناك مخاوف كبيرة جداً من إنه تدخل الموانئ دي تدخل في مسألة الخصخصة. أيوة يعني مش الخصخصة، تدخل في مسألة الملفات السودانية المرتبطة بملفات إقليمية، في إنه يتم تقديم هذه المواني لجهات إقليمية في إطار معالجة أوضاع السودان السياسية والاقتصادية. وصحيح إنك لما تكون في موقف ضعيف بتقدم حياتك بأبخس الأسمان يعني. إحنا الآن في إطار إنه والله الإخوة في الخليج يعملوا إزعاف للوضع الاقتصادي السوداني، غطنا اضطر ونحن في موقف ضعف في إنه نقدم موانينا دي للخصخصة بأثمان وبأثعار هي أقل من قيمة الحقيقية، ده بعزز هذه المواقف. أنا أفتكر إن الوقفة في الحتة دي مهمة جدا. نحن في الوضع ده أصلا أنا في تقديري إنه ما عندنا، خلينا نقول إنه ما عندنا صادر بيستدعي إننا نخصص الموانئ في الراهن ده. نحن الآن عندنا وارد، ووارد ذاته كمياته قليلة، وارد بيمثل احتياجاتنا الضرورية سواء كان في الوقود أو قمح وغيره. أنا أفتكر إنه برضو الإخوة المتصلين بهذا الشأن في الموانئ حقه يقدروا هذا الجانب، يقدروا جانبين والله الموانئ دي الآن نحن ما مستفيدين منها صحيح، لأنه زي ما قلت لك ما عندنا صادر ما عندنا إنتاج، لكن هي المنفذ الوحيد الآن اللي بيجينا منه الوارد. الوارد هو أغلب دعومات يعني، أغلب دعومات سواء كان دقيق أو وقود أو غيره. فليظل هذا المنفذ مفتوح بشروط إنه الناس تراقب الحكومة، الحكومة في مرحلة محتاجة لمراقبة عشان ما نكتشف بكرة إنها باعت الموانئ. خلينا نطور فلسفة الإضراب. أنا أتمنى والله إنه يعني في جهات دائما بتعمل إضراب مع سير العمل يعني. العامل بيقوم يركب لك ديباجة، الإضراب معنوي، إضراب احتجاج يعني، بيركب ديباجة ويقول لك أنا مضرب، لكن هو في نفس الوقت لأنه عارف إنه هو في موقع حيوي بيكون شغال. أتمنى إن هم يوصلوا رسالتهم من خلال إضراب معنوي يثبت إنه هم مضربين، لكن في نفس الوقت العمل يكون شغال، لأنه البلد الآن يعني شغالة رزق اليوم باليوم، بتجي باخرة بتاعت وقود أو دقيقة بنكملها بتجي اللي بعدها. لو تم قفل المينا في وقت زي ده، لو في باخرة واحدة بتاعت وقود ولا دقيق ما دخلت البلد، أنا أفتكر إنه الحقيقة في البلد كلها بتتشل. فنحن بنؤيد مطالبهم، نؤيد في إنه تكون في عين كبيرة في البلد تراقب مسألة الموانئ دي بالذات في الفترة دي حتى لا يتم خصخصتها بشروط ما في صالح البلد، وليبقى الميناء مفتوح في نفس الوقت يعني. نعم. وفي خطوة أخرى لجأت إليها الحكومة الانتقالية لحل المشكلة الاقتصادية هي خطوة رفع الدعم. كيف تقرأ هذه الخطوة حتى الآن؟
طيب كلمة واحدة خلينا أقول لك أنه رفع الدعم سياسة صحيحة 100%. سياسة الدعم سياسة هي سياسة الستينات والسبعينات، تجاوز العالم في كثير من دوله. الآن دول قليلة جدا التي تدعم الخدمات والسلع، لكن تغيير هذه السياسة بتستلزم إجراءات وتدابير. يعني أنت ما هو أصلا عشان تنزل سياسة دي، سياسة قاسية جدا، فبالضرورة أنه في شرائح أنت يعني مفترض أنك تراعيها. للأسف عندنا في السودان أنه الشرائح المحتاجة لمعالجة هي الشريحة الأكبر. يعني نحن 80% من الشعب السوداني ده عايز معالجات. الدولة زمان بتعمل لها المعالجات دي من خلال دعم مباشر للسلع، سواء كان دعم للوقود أو دعم للكهرباء أو دعم للدقيق. يعني لما تجي تسحب، يعني المواطن السوداني ده كان عايش بالنسبة دي نسبة 80% على الدولة. يعني الرغيف عندنا هو الأقل سعرا في العالم، الكهرباء أقل سعرا، الوقود أقل سعرا. السياسة دي سياسة شائهة ولازم تتغير. الحكومة لازم ترفع الدعم. أنا بتكلم عن الحكومة الحالية، حتى الحكومة السابقة أنا بفتكر أنها فشلت في أنها ترفع الدعم. الحكومة لازم تطلع من الدعم، ولازم تتجه لمطلوباتك كحكومة في أنها تدعم أنها تشتغل على التنمية. الحكومة تشتغل تنمية فقط، المواطن هو كفيل بمتطلباته يعني ويشتري. لأنه برضو سياسة الدعم دي شجعت الظواهر السالبة، التهريب. كل السلع السودانية موجودة في دول الجوار. يعني حتى الرغيف ده نحن مشينا أثيوبيا دي، لقينا الرغيف بيطلع لأثيوبيا، الرغيف الجاهز السوداني ده بيطلع لأثيوبيا، فما بالك بالغاز وما بالك بالوقود والدقيق وغير كده. يعني أنا أفتكر هي سياسة صحيحة، لكن كانت تلزم تدابير، تلزم إجراءات سابقة. لأنه أنت عندك شرائح كبيرة جدا كانت تعتمد على الدعم. لابد من كان بحث شكل من أشكال المعالجة السريعة، سواء كان دعم عيني مباشر أو مادي مباشر لهذه الشرائح من خلال رفع الرواتب، أو دعم عيني في أنك أنت تحاول الله توفر للأسر وللشرائح الضعيفة دعم عيني حتى تعبر هذه المرحلة. لكن تطبيق هذه السياسة ضربة واحدة، يعني نفتكر أنه نتائجها ما نعيشه الآن من اختلالات كبيرة جدا. وده لو ما تتم تدارك السياسة ذاتها حتفشل. يعني سياسة رفع الدعم رغم أنها سياسة صحيحة، لكن لما تتم تدارك حتفشل. يعني الحكومة محتاجة لأنه هو طبعا للأسف يتعمل مؤتمر اقتصادي وتعملت له توصيات، لكن ما تنزلت على أرض الواقع. الآن الناس متأثرين جدا بهذا الإعلان المفاجئ لرفع الدعم. ما في للأسف، واحدة من أخطاء الحكومة دي حتى المنظمات التوعية اللي كانت شغالة تم حلها. ديوان الزكاة عملت فيه تغيير كبير جدا لهيكلته، الآن نسبة أداءه ضعيفة جدا. يعني المنافذ الموجودة كثير جدا منها تم إغلاقه. الآن في كثير جدا من الأجسام اللي كانت عاملة في المجتمع، إما عندها قضايا في المحاكم أو هي ذاتها خرجت من الخدمة بشكل أو بآخر. يعني كل الأجسام اللي كان ممكن تقدم العون للمواطن السوداني الآن هي بر الخدمة بشكل أو بآخر. خلوا المواطن ده في مواجهة مع هذا السوق المستوحش، يعني مواجهة مباشرة جدا من غير ما تتعامل له أي تدابير. الآن الإنسان اللي كان دخله 2000 جنيه ولا 3000 جنيه ولا 5000 جنيه على الحد الأعلى، وذات الإنسان اللي بواجه هذا الواقع المرير. أنا أفتكر إنه سياسة صحيحة بدون معالجات ما حتنجح برضو للأسف. يعني نعم، ما شهدناه حتى الآن من الحكومة، الشارع السوداني لم تحدث معالجات تماما، وليس هنالك نذر بأن تحدث قريبا، لأن حتى الإحصائية بالنسبة للشعب السوداني هي حتى الآن لم تتم بصورة كاملة. عندما تمت في عهد النظام السابق قيل أنها تمت لغرض انتخابي، لكسب انتخابي ليس إلا. فكيف تحدث هذه المعالجات في ظل عدم معرفة بالعدد الكلي للشعب السوداني؟ وطبعا نحن كسودانيين بشكل عام، سواء كان نظام سابق ولا نظام لاحق ولا حتى على مستوى المواطنين السودانيين، طبعا نعم. عندنا مشكله مع الارقام ومع الاحصائيات. يعني نعم. يعني ودي يمكن اكثر تجلياتها في مساله علاقتنا بالزمن. الزمن ده ما برضه رغم، يعني الساعه كم يوم كم وجاري كم، برضه نحن ضعيفين، ثقافتنا ضعيفه حيال الاهتمام بهذا الامر المهم، مساله الرغم ده، سواء كان قروش ولا عدد ناس ولا زمن. فاهتمامنا ضعيف بالمسألة دي. حتى الآن
يعني من انفصل جنوب السودان لعام 2011 حتى الآن ما في رقم واحد لمساحة السودان. السودان ده مساحته قدر شنو؟ ما في رقم. يعني شعب السودان من قبل الانفصال ومن بعد الانفصال حتى الآن على وجه الدقة ما معروف عدد تعداد السكان السودان. يعني صحيح انه قد تكون لبعض الانظمه من النظام السابق اجندات في اجراء احصاء سكاني، برضه النظام ده او الحكومه الحاليه لو قامت بعمليه احصاء سكاني برضه حيكون الاتهام ده حاضر في انه ده عندها اجنده. لكن افتكر انه ده شغل دولة أكثر من شغل الحكومات. يعني الدولة هي المفترض بمؤسساتها بمعزل عن الأنظمة السياسية هي اللي بتعمل هذه الإحصائيات. لكن خلينا نقول إنه ما أنت برضو هي ما هي أنت المعالجات تقدر تعملها هي مسماها معالجات. نعم. بما انه مسماه معالجات فانت اعمل معالجاتك، لان المعالجات هي ما حلول كامله. نعم. يعني انت ما تنتظر تقول لي والله انا احسب السودانيين دول كلهم كم، حتى بعد ذاك اقدر حاجتهم كم، حتى بعد ذاك اقوم اعين نوع الخدمه اللي بقدمها لهم. لا، بما انه انت داير تعمل معالجات فخلينا انها تكون معالجات في اطار المعالجات في اطار الواقع الموجود. خلينا نقول انك تقدم خدمه لاكبر عدد ممكن. المساله دي فلسفتها ما محتاجه لاحصائيه. نعم. يعني مثلا في مسألة المواصلات، أنت الآن رفعت الدعم عن الوقود، عملت سعرين للوقود، في نفس الوقت ما حددت المركبات المفترض تصرف وقود معين من التي لا يحق لها ذلك. يعني الآن أنت بعربيتك الخاصة دي لو صبرت على الـ على الـ على الصب بتاع السعر اللي بيسموه ده المدعوم، نعم المدعوم، نعم. لو صبرت بتاخذ مع بتاع المواصلات، نعم تاخذ مع بتاع المواصلات ده ذاته ممكن يتحايل على الناس ويكب من المدعوم ويجي يقول لهم والله انا كان بتجاري فسعري كده. هي الان المواصلات في ولايه الخرطوم زادت 100%. نعم. فانا بقول لك انه المعالجات دي ما محتاجه لاحصاء. لا، انت السياسات اللي عملتها دي عملت وقود مدعوم، حددوا للمواصلات، حدد المواصلات، قول والله الطلبات الفلانيه والفلانيه دي يدخلوها ناس المواصلات، وحدد سعر المواصلات واعمل بطاقات بدل تعمل احصاء للسكان. ودي مساله كبيره جدا. اعمل احصاء للحافلات، يعني اعمل احصاء للحافلات العامله، اعمل لها كروت محدده، اعمل لها دي مساله ميسوره. يعني اعمل زياده معقوله في الرواتب، مش زي اللي عمل وزير الماليه السابق زاد المعلمين 560% في النهايه ما قدروا. يعني اعمل زياده في الرواتب بشكل معقول لشرائح معقوله، اعمل حد ادنى معقول للرواتب، اعمل سياسات بتاعت تعاونيات مثلا. نعم. في المؤسسات، يعني خلي التعاونيات دي تقوم تجيب السلع من 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 المصانع مباشره من غير وسائط. يعني السياسه يعني المعالجات كثيره. انا افتكر انه نعم. كثير جدا من المعالجات ممكن تنقذ هذه الاوضاع. نعم. نتمنى ذلك. اشكرك جزيل الشكر الاستاذ الصحفي والمحلل السياسي بكري المدني. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. المشاهدين الاعزاء، كان هذا ما لدينا من خبز المطابع لهذا اليوم. حتى الملتقى، في امان الله.